واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد 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 كردي عربي واحد 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 كردي عربي واحد 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 كردي عربي واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد 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 كردي عربي 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 واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد وابن عفرين باسمي وباسم الحركة الوطنية السورية نتقدم بالعزاء لأنفسنا ولأهلنا لأن شهيدنا واحد ومصيرنا واحد والاستبداد واحد. منذ 2011 خرجنا لنضحض هذا الاستبداد لنعيش في وطننا سوريا بمحبة وألفة لتتحرر سوريا لنعيش في كرامتنا كلنا على السواء عرب وكرد. نحن بحاجة لقانون واحد يجمعنا وليس لقانون غاب. وعلى هذا المبدأ نستمر ويستمر نضالنا عرب وكرد حتى يسقط الاستبداد رغم معونة دول العالم لكل المستبدين. الشعب السوري الحر واحد ومستمر في نضاله. واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد. ابتداء نقول الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ونسأل الله أن يتقبل شهداءكم شهداء الحرية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذه الأمة عن هذه الأمة. نسأل الله العظيم أن يبارك بهذا الشعب الكبير الشعب الذي تحمل الكثير من الظلم على يد نظام البعث وعلى يد الميليشيات التي تتبع لنظام البعث. نحن نقول له إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم وإن آخر الظلم هو الهلاك. والله سبحانه وتعالى يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الذي نريد أن نقوله لإخواننا في الثورة السورية أن نحن وأنتم أخوة في خندق واحد. ما خرجنا إلا لرفع الظلم عن أهلنا وما خرجنا إلا من أجل كرامتنا وحريتنا. فلا نقبل بعد أن خرج بثورة السورية عام 2011 أن يكون أحدا أو سياء على الشعب الكردي والسوري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عظم الله أجركم وأحسن الله جزاءكم ورحم الله شهداءكم. باسمي وباسم عشائر الكرد في ريف حلب الشمالي نتقدم إليكم بأحر التعازي ونقول لكم بأن مصابكم هو مصابنا وبأن دماءكم هي دماؤنا. ومن هذا المنبر نتوجه إلى أصحاب القرار بأننا نطالبكم بالقصاص من القتلة. وهذا أكبر دليل على حسن النوايا في الإصلاح. فلذلك عليكم بالتعجيل بالقصاص من هؤلاء القتلة. ومن هذا المنبر نؤكد على أن الشعب السوري هو شعب واحد لا تفرقه